شو حلو رواق صوت الصوبيا، صوت الطبيعة، رجوع إلى الأساس والقعدة مثل ما كانوا يقعدوا جدودنا. وهلأ الكركة جاهزة، العشاء جاهز. اهلا وسهلا فيك انطوني، انت هون بتعنيل ببيتك بخان المقصود. هلا نحن بتعرف نحن مطعم لبناني بيقدم الاكل اللبناني، الميزه اللبنانيه ما بتمشي الا مع كاس العرق، فمنتجات المنطقه كلها سوا عنا اياها. فضلنا انه يكون عنا عرق خان المقصود، عملنا كركي وعم نعمل عرقات شيء بيعجب خاطرك. وهلا رح نركب الكركي نحن وياك، ورح نطبخ الطبخه نحن وياك، وحتذوقون شي بشهي عزوك. عنا ثلاث تنكات سبيرتو، هلا حنفضي ثلاث تنكات، كل تنكة بقى حط لها 3 كيلو ينسون، بدك تعيرهم لأنه هوديك كمان بنقص العلاقة. نزلت معنا تقريبا على 29، هلا 60 لتر عبيدي أخذوا معنا 20 لتر مي. هذا ينسون، يعني هذا من أحلى أنواع اليانسون. هلا بنحط فحم، ما حط زوار قمح بالرقعة، بنزتها بقلبون. هاي الزهرة اللي حكينا عنها، شفنا العرقات كيف بيعملوا ودقنا العرقات مثل ما لازم يكونوا، يعني السويتنس تبعها مظبوطين، اليانسون مظبوط، روعه روعه روعه، ريحتهم حلوه، طعمتهم طيبه. فكيف طلعت الفكره؟ جبنا شويه يانسون يلي طعمتهم شوي مثل الصوص، ريحتهم حلوه كثير غنيه، ليش لا؟ عم ناكلهم مع لبنه. فركبت تركيب شوي يانسون على الوجه، لبنه مع بعضهم. بس تخيلوا كانكم عم تشربوا كاس عرق مع لبنة بلدية 100%، هيك بيخلص النهار. عشا بياخد العقل، كل المنتوجات من البيت، كل المنتوجات من الضيعة، كل الأكل معمول بنفس، بحب، بغرام ماكسيموم. البطاطا مزبوطة، اللحمة مزبوطة، الجبنة اللبنة من الدومين. النوم بتعقد، نمت على رواق، نمنا تقريبا الساعة 11 وعيت الساعة 4، كانوا بيقدوا 5 ساعات وعيت على صوت الديك، الديك حد الأوضة، ولا ألز من هيك إحساس. وبعده صوت الديك، وعينا قبل الكل، كانوا ناطريننا البقرات، حلبنا البقرات، تعرفنا على كل الشباب اللي هونيك، وهلا رجعين على الخان كرمال الترويقة. صار وقت الترويقة، الترويقة الضياعجية الجبلية الأساسية، لبن حليب لبني من المنطقة من هون من الدومين. أكيد يعني رح أطلب إذا بيض وقورمة إذا عندهم، وبكفي هالنهار الطويل اللي بيعقد. شيء بتسوى كل العمر، اللقمة اللبنة الصاج الفريش، هلا الجبنة، بس صوت العصافير الرواق، الشمس عم تطلع، صوت الديك بعيد. روعة روعة روعة، حظكم طلعت الشمس بعيوني. هيك فرجيكم المطبخ على السريع قبل ما نبلش. فينا طلعوا قديش كبير، بتفوتوا أول شيء على أول كوريدور اللي هو من هونيك، كل شيء له علاقة بالطبخ، من هون كل الأكل اللي بفوت اللي هو الاكل اللي بده لازم يتنظف، هون السيرفيس كيتشن المكاتب. وبنبلش منطقه منطقه منطقه، يعني منطقه الخضره الى حيطانه منا موصوله ابدا،
بغير منطقة اللي هي منطقة لحمة أو منطقة الدجاج اللي بعدها، والبرادات موجودين هون منكفة. وصلنا على الكريشة هاليا، وهلأ نعرفكم على الشباب ونعمل طبخة رز على الدجاج مثل ما كانت ستكم تعملكم إياها. ونكون نجي نحطه مع بعضهم، نسلقهم مزبوط مزبوط، البهارات، التتبيلة الخاصة، ناكل شيء غير شكل. وكله بنعمل عندكم فريش، يعني اللحمة عم شوف لونه كله فريش، ما في مفرز ما مفرز ما في شيء. اللحمة ذهب. نحن هون سبع أشخاص بالمطبخ، شيء ميزة، شيء ميزة سخنة، شيء بيحضر الصبح، شيء بمشي السرير، وعندنا أكيد قسم اللحمة والدجاج لحال. نحن هون كتير تيم، كتير بنحب بعضنا وبنساعد بعضنا، اللي بيقصر بيساعد الثاني. استوى، صار وقت الرزات. احنا هلا حنكب المي، متى تقريبا من بعد ما نحط المي شو ربع ساعه نقدم لك اياه. هو رز على الدجاج. بحب رز على الدجاج بلا دجاجات، بحب رز على الدجاج مع بهاراته، لحمه المفرومه، الرز المطبوخ مزبوط، شوي رز الممزق على بعضه، واكيد اذا انتم بتعنايل ضروري تاكلوا مع لبن. لبن بقر طازه 100%، رزات غير شكل فيهم نفس الضيعه، وهيدي بتكون يعني ختامها مسك بالاكل، يعني فول باكج، ترويقه، بيض بقورمه ولبنه، الغدا الرزات، شو بدي احسن من هيك؟ انتبهوا بالمعلقه تطلع حرزانه.